عشبة الأغلاطيون أو جذور الأغلاطيون هذه ممتازة للي يعانون من الام اس. تصلب إيه؟ نعم تصلب اللوحي أو تصلب متعدد. تصلب نعم الام اس تصلب المتعدد أو تصلب اللوحي. نعم هذه العشبة أو جذور عشبة الأغلاطيون تخفف الأعراض بشكل يعني كبير جدا، تخلي الإنسان يتعايش مع هذا. شو يسوون فيها دكتور؟ هذه ياخذونها على شكل كباسيل محلات المكملات تنباع.